كذا، معرفتش تحل مشكلة كانت حصلت، معرفتش تعدي أيام مجزرة بورسعيد، معرفتش تعدي أيام كورونا، جائحة كورونا، النادي وقف، ما وفرتلناش السيولة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، الفترة دي أصعب تحديات؟ طبعا يا أصعب تحدي، يعني أيام مجزرة بورسعيد عايز أقول لحضرتك كان إحنا معناش في النادي 200 300 ألف جنيه لحد ما جينا فلوس، ولحد ما جينا مفيش لا عقد رعاية ولا بس فضائي ولا كورة ولا أي حاجة في الدنيا، ولا دوري، الدوري كان واقف. ازاي كنت بقعد مع الكابتن حسن حمدي ونقص ولزق، يعني بنقعد ازاي ندبر المرتب الاولاني للعاملين، وبعد كده الموظفين، وبعد كده المديرين، لحد ما جينا فلوس، وكل واحد بيجري يجيب في مستحقات النادي من حته شكل. بنحاول نعظم اي حاجه قد كده في اي ايراد، عشان رغم كده النادي كل الموظفين قبضوا. وعملت الموضوع ده في السرية، ما حدش كان يعرف الكلام خالص. كنا بنقعد انا والكابتن حسن كل يوم ساعتين نقف مع بعض، انا مع المدير المالي، وبعدين احنا الثلاثه من كذا وكذا وكذا، وكابتن في احنا لنا فلوس في الحته الفلانيه، انا عايز اروح بكره الاهرام اجيب كذا، انا اتحاد الكوره يا كابتن انت كلم الاهرام، طب خالد احسب لي احنا عايزين قد ايه، اقول له يا كابتن احنا عايزين مبلغ كذا الاسبوع ده عشان كذا، عشان في عندنا ماتش الفاينل عايزين ندفع مكافئات والحوافز للعيبه عشان تخش الفاينل وهم. فده كان كله بيجي منين؟ انت مش ممكن يعني لازم تفكر عندك خطه للكلام ده بالظبط. ورغم كده اتدفعت كل حاجه، وخدت كاس افريقيا وانت ما عندكش دوري وما عندكش فلوس. وعدينا الموضوع وانت دافع مرتباتك، دافع مكافئاتك، دافع اللاعبين والعاملين وكل حاجه. نيجي في جائحه كورونا، كل الانديه في العالم خفضت العقود وخفضت الرواتب واستغنت عن الناس. احنا ما حصلش، النادي الاهلي كان اتفقنا ان احنا هنمشي زي ما احنا، اتفقنا كمجلس اداره طبعا، نعم هنمشي زي ما احنا وهنمشي بنفس المرتبات بنفس العقود نفس كل حاجه من غير ما نخفض اي حاجه. ازاي بقى نعدينا وازاي؟ ما هو ده في حد ذاته برضو نجاح. احنا النهارده احنا خدنا جائزه نعم سيادة افضل نادي، افضل نادي الشيخ محمد بن راشد، نعم. عشان برضو من ضمن الاسباب مرور بجائحه كورونا دون اي مشاكل. فده نجاح. النهارده عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني في ظل ظروف الكورونا احنا كان بنسافر افريقيا، خدنا افريقيا مرتين بطرقات خاصه، بنسافر اوتيلات بتتعمل بدل ما كانوا اتنين في اوضه بتبقى واحد في اوضه. كل ده مش توفير، بيطلب له تجهيز مادي، عمله اجنبيه وانت مسافر، ازاي توفر العمله الاجنبيه؟ السفريه الواحده بتكلفكم قد ايه؟ اكتر من مليون جنيه يعني. مليون جنيه ولو بالطياره وكده بتوصل 2 مليون جنيه. فالنهارده الحاجات دي مش محتاجه ترتيب، ومش محتاجه تنسيق، ومحتاجه تدبير عمله اجنبيه، ومحتاجه يعني كل ده ما بتكلمش البنوك وتدبر فلوس، ما بتكلمش البنوك وتحضر لك تحويل تتعمل بسرعه. لا، تقصير حدث خالص. بس انا اوريك حجم الشغل. ان انت تكلم البنك عايزين فلوس كذا، عايزين عمله اجنبيه كذا، عايزين نحول تحويل كذا، بتشتري لعيب عايز حالا البنك يحول لك فلوس، عايز كل ده يا جماعه. عايزه يعني ما قصرناش في حاجه، والدنيا مشيت زي الساعه. جبتوا منين الفلوس الفتره دي؟ لا احنا الصعبة عندنا، احنا عندنا فلوس بس ازاي توظفها وازاي تستثمرها بحيث يبقى في تواريخ، انت محتاج ده في تاريخ كذا، محتاج ده في تاريخ كذا، محتاج عمله صعبه في التاريخ كذا، دولار. عليكم ديون؟ مفيش ديون. لا احنا الحمد لله مغطين نفسنا. مغطين نفسنا حتى لو احنا واخدين تمويل، بس من خلال مستحقاتنا ومن خلال اصولنا.